يفتح الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بتونس الباب مجددا أمام الخلافات بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب المعارضة لسياسته، خصوصا وأن الهيئة العليا للانتخابات كشفت أن النسبة الأولية للمشاركة في التصويت بلغت 11.3% من نحو 8 ملايين ناخب سجلوا في الدور الثاني لهذه الانتخابات. سجلنا تصويت 887,638 ناخب، أي بنسبة 11.3%. نسبة ترى الأحزاب المعارضة لسعيد أنها تعكس مدى الرفض الشعبي لسياساته وعجزه في حشد الشارع تأييدا له عقب مقاطعة معظم الأحزاب لهذه الانتخابات، معتبرة ما قام به سعيد انقلابا على الشرعية بعدما جمد البرلمان السابق وأقال الحكومة وألغى دستور 2014 قبل أن يضع دستورا جديدا ويعدل قانون الانتخابات ليصبح بنظام الاقتراع على الأفراد بعدما كان على القوائم الحزبية. 5 أحزاب تونسية هي التيار والقطب والجمهوري والعمال والتكتل طالبت بالوقف الفوري لما سمته الانقلاب، معتبرة البرلمان المنبثق عما وصفتها بمهزلة الانتخابات فاقدا للشرعية وعديم الصلاحيات. في المقابل اعتبرت القوى السياسية الداعمة لإجراءات سعيد أن استكمال المسار الانتخابي بدورتيه الأولى والثانية سيفتح الباب أمام تشكيل البرلمان للاطلاع بدوره مهما كانت نسبة التصويت وبغض النظر عن هذه النسبة، متهمين الأحزاب الأخرى باستغلال عزوف الشارع التونسي عن المشاركة بالانتخابات ومبررين هذا العزوف بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وبغض النظر عن النسب المتدنية واختلاف الأطراف السياسية، فإن البرلمان القادم فيما إذا استمرت هذه الانتخابات لن يتمتع بصلاحيات واسعة للتشريع والرقابة على السلطة كما كان في النظام البرلماني المستمد من دستور 2014 والذي ألغاه الرئيس الحالي قيس سعيد، بل ستكون محدودة إلى درجة تمنعه من عزل الرئيس أو مساءلته بحسب مراقبين.